احباب مشتركي سبورانات، اليوم ان شاء الله باش نصبحكم سلسله رقم 2 على المحور الاول في الرياضيات لتلاميذ سنه 9 اساسي اللي هو التعداد والحساب. بطبيعه نحكوا على قابليه القسمه على 6 و12 و15. اذا تبعوا معايا سلسله من التمارينات. شنو عندي في التمرين رقم 1؟ هي كل عدد اف هو 38 ا بي، معناتها رقم الاحاد ورقم العشرات مجهول، حيث بي رقم احادي و ا رقم عشراته. سؤال رقم 1، اوجد ا و بي ليكون ان قابل للقسمه على 6، أوجد أ و ب ليكون إن قابل للقسمة على 15، وأعطي كل الحلول الممكنة. إذا نتبعوا مع بعضنا. راهو التمارينات هذوما عبارة على يعني نسخة من التمارينات نتاع الامتحانات، معناتها الامتحان يجينا كيف من هكا، تفهمنا؟ باهي. شنو هو الإف؟ إف يساوي 38 أ ب. سؤال رقم 1 يحب يكون إف قابل للقسمة على 6. شنو هو الشرط قابل القسمة على 6؟ يجب يكون قابل القسمة على 2 وعلى 3 في نفس الوقت. شنو معنى قابل القسمة على 2؟ يجب يكون رقم أحاده زوجي. قابل القسمة على 3 مجموع أرقامه من مضاعفات 3. إذا لهنا يلزمني نطلع الأ قبل ولا الب قبل؟ يلزمني نطلع الب قبل، خاطر الب مربوطة بالاثنين. إذا أول حاجة نطلع الب ومن بعد نطلع الأ. إذا الب شنو باش تكون؟ شنو الأرقام اللي نجم تخدم ب؟ ب تنجم تكون 0 2 4 6 و 8. لازم يكون ب زوجي باش يكون قابل للقسمة على 2. اذا لهنا عندي ا 38 ا 38 و ا 38 ا 38 ا 38. اذا في كل حاله من الحالات هذوما باش نطلع ال ا. شنو يحب هو؟ اذكر كل الحلول الممكنه. اذا باش ناخذ العدد الاولاني نخدم عليه، والثاني والثالث والرابع والخامس كيما مسلسل نخدم. لهنا شنو عندي باش يكون قابل للقسمة على 3؟ لازم مجموع الأرقام من مضاعفات 3، اللي هما شنو مجموع الأرقام؟ عندي 0 مع أ مع 8 مع 3، هذه النتيجة هي 11 مع أ، معناتها 11 قداش نضيف لها باش تكون من مضاعفات 3؟ هل إنه كي نضيف لها 0 باش تبقى 11؟ لا، كي نضيف لها 1 تولي 12 13 14 15 16 17 18 19 20. باهي شنو فاش باقي نخدم؟ انا عندي 11 و ا، كل مره نزيد ا المره نحطها 0 تبقى لي 11، نحطها 1 تولي 12، نحطها 2 تولي 13، نحطها 3 تولي 14، نحطها 4 تولي 15. ها وينو؟ اذا نجم ناخذ 1 و 4 و 5. اذا في الحاله الاولانيه الاعداد اللي عندي إذن هذوما يكونوا قابل للقسمة على 6، هون على 2 و 3 في نفس الوقت. هذا الحالة الموالي اللي هي 38 وعندي آ رقم العشرات و 2 هي رقم الأحد. طيب شوف قابلية القسمة على 3، نجمع مجموع الأرقام. عندي 2 مع آ مع 8 مع 3، هذوما تعطيني 13 مع آ، معناتها 13 قديش نضيف لها باش تكون قابلة للقسمة على 3؟ كي نضيف لها 0 13 ليه، 14 ليه، 15 16 17 18 19 20 21. إذا لهنا نجم ناخذ عدد هذا، فهمنا؟ الطريقة هذه تعطيني جميع الحلول الممكنة. باهي، كي باش ناخذ رقم الأحد 4، إذا شنو باش يولي عندي؟ 4 مع أ مع 8 مع 3. إذا لهنا عندي 8 و 4 12، 12 و 3 15 مع أ. إذا ال 15 قداش نضيف لها باش تكون قابلة للقسمة على 3؟ كي باش نضيف لها 0؟ نعم، 16 17 18 19 20 21 22 23 24. باهي، اذا لهنا شنو نجم ناخذ؟ فهمنا؟ بعد المثال الموالي كي تبدا 6 هي رقم الاحاد. اذا 6 رقم الاحاد، عندي 6 مع ا مع 8 مع 3، عندي 8 مع 3 11، 11 و 6 اذا 17 مع ا. اذا 17 قداش نزيدها باش تكون من مضاعفات 3؟ يزيدها 0 17 ليه؟ 18 نعم، 19 ليه؟ 20 ليه؟ 21 22 23 24 25 26. إذا لهنا شنو نجم ناخذ؟ باهي، تعدى المثال الأخراني كي تبدا عندي 8 هي رقم الآحاد. إذا لهنا عندي 8 مع أ مع 8 مع 3 يساوي 8 و 8 16، 16 و 3 19 مع أ. إذا 19 قداش نزيدها باش تولي مضاعفات 3؟ كي نزيدها 0 19 لا، 20 لا، 21 22 23 24 25 26 27. إذا لهنا هذوما قابل للقسمة على 6. إذا عندي لهنا 3 أعداد، عندي لهنا كيف كيف،
عندي لهنا هنا عفوا أربعة، دمت على الأربعة، عندي لهنا كيف كيف، وعندي وقت يبدأ عندي اصبر باي. الموالي يحب يكون العدد F اللي هو 38 AB قابل للقسمة على 15، معناتها 15 معناتها عندي 3 و5 باهي. إذا أول حاجة شنو نعمل؟ شرط الأولاني إنه نشوف قابلية القسمة على 5 اللي هما 0 رقم الأحاد 0 و5، معناتها B باش تكون 0 و B باش تكون 5، مش نخدم كل حالة وحدها باهي. إذا ناخد B 0 المرة الأولى، مش نطلع على A باش تكون العدد بتاعي قابل للقسمة على 3. إذا عندي 0 1 2، المثال هذا خدمته في المثال قبل، أما كان هو يبدأ مش عاطيني مع قابلية القسمة على 12، عاطيني تقول قابلية القسمة على 15 نخدمته، ولكن المثال هذا خدمته. عندي لهنا 0 مع A مع 8 مع 3 يساوي 11 مع A. إذا A قداش نكمل لها لهنا باش تولي قابلة للقسمة على 3؟ عندي لهنا 12 15 18. إذا العدد هذا باش يكون قابل للقسمة على 15. باهي، وتوا باش نشوف قابلية القسمة على 15 وقت تكون الـ B ماخذة 5. إذا لهنا عندي 16 مع إذا 16 قداش نكملها باش تكون قابلة للقسمة على 3؟ إذا 18 21 24. إذا هذو هما العدد اللي قابل للقسمة على 15. فهمنا؟ هاك عطيت جميع الحلول الممكنة. عندي 6 حلول، عندي 3 حلول وقت يبدأ رقم الأحاد 0، 3 حلول وقت يبدأ رقم الأحاد 5. من رقم 2 عطيني العدد 7 A 6 B يحب يكون قابل للقسمة على 12 وعلى 15 بطبيعة نعطي كل الحلول. إذا E يساوي 7 A 6 B. إذا مش نبدأ بالسؤال رقم 1 يكون قابل للقسمة على 12، معناتها 12 كيف كيف 12 تفهمنا اللي هو 2 و 12 إذا هو 3 و 4 عفوا. فهمنا 12 3 و 4 شو معناتها 3 و 4؟ نبدأ بال 4 وبعد نتعدل 3، شو معناتها 4؟ 4 يلزم يكون العدد المتكون من الأحاد والعشرات من مضاعفات 4، معناتها 6 B تكون من مضاعفات 4. إذا الـ B هي شنو تنجم تاخذ؟ تاخذ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. نحط جميع الحلول ونشوف. باهي لهنا B 0 شو معناتها 0؟ معناتها 60. هل انه 60 من مضاعفات 4؟ شو معناتها؟ معناتها عندي 60 61 62 63 64 65 66 67 68 و 69. اذا لهنا باش نشوف انا هي اللي من مضاعفات 4. اذا لهنا عندي 60 64 68. اذا البيت نجم تكون 0 4 و 8. فهمنا؟ طيب باش نطلع على A باش يكون العدد متاعي قابل للقسمة على 3، باش نخدم كل حالة وحدة، باش نخدم وقت الـ B 0 وقت الـ B 4 وقت الـ B 8. إذا لهنا باش نجي نجرب كل الحلول. هنا شنو عندي؟ عندي 0 مع 6 مع A مع 7 تجيني 13 مع A. إذا 13 قداش نضيف لها باش تكون قابلة للقسمة على 3؟ لنا 13 14 15 16 17 18 19 20 21. إذا العدد الأولاني، العدد الثاني، العدد الاخراني. فهمنا؟ طيب باش نجي نشوف المثال وقت يبدا رقم الاحاد 4. اذا هنا شنو عندي؟ 4 مع 6 مع A مع 7. لهنا 10 17 مع A. اذا 17 قداش نضيف لها باش تكون قابله للقسمه على 3؟ لهنا عندي 18 21 24. اذا شنو الاقتراحات اللي عندي؟ ماهي؟ طيب باش نتعدل للمثال الاخراني وقت تبدا عندي 8 لهنا. اذا عندي 8 مع 6 مع A مع 7. ماهي؟ اذا عندي 8 مع 6 جيني 14 14 زائد 7، اذا مش جيني 21 مع A. اذا بالطبيعة باش ناخذ 0 24 27 و30. اذا لهنا شنو عندي؟ العدد اللي عندي
إذن هذو هما جميع الحلول. طيب يحب يكون الـ E متاعو قابل للقسم على 15، معنتها 15 معنتها 5 و 3، إذن الـ B باش تكون 0 وإلا الـ B باش تكون 5. في كل حالة باش نخدم قابلية القسم على 3، نبدأ بالحالة الأولانية وقت اللي تبدأ الـ B عندي 0. إذا هنا عندي 13 مع A، 13 قداش نضيف لها؟ لا 13، 14، 15، 18، 21. ولنا عندي 18 مع A، إذا 18 قداش نضيف لها؟ بالطبيعة 18 قابلة للقسمة، 21، 24، 27. إذا لهنا عندي 15. إذا هذوما كل الاقتراحات، كل الحلول الممكنة أن العدد يكون قابل للقسم على 15. تعدى التمرين الأخراني، بين أن العدد 2 قوة 53 مع 32 قوة 10 قابل للقسمة على 6. شو العدد متاعي؟ يحب يكون قابل للقسمة على 6. شو معناتها قابل للقسمة على 6؟ معناتها قابل للقسمة على 3 وعلى 2 في نفس الوقت. 32 هي شنو؟ 32 هي 2 قوة 5، إذا هنا نجم نعوض تولي 2 قوة 35 مع 2 قوة 5 قوة 10، إذا يساوي 2 قوة 53 عفوا مع 2 قوة 50. لنجم باش نجي نعمل 2 قوة 53 هي 2 قوة 50 ضرب 2 قوة 3 مع 2 قوة 50. لاحظ أن 2 قوة 50 تتعاود، نجم نخرجها كعامل مشترك، باش يبقى لي هنا؟ باش يبقى لي 2 قوة 3 مع 1. باهي؟ إذا لهنا هي 2 قوة 50 ضرب 2 قوة 3 هي 8 مع 1، إذا يساوي 2 قوة 50 ضرب 9. شو معناتها 9؟ 9 معناتها 3 ضرب 3، و 2 قوة 50 هي 2 قوة 49 ضرب 2 قوة 1 ضرب 3 ضرب 3. إذا نجم نكتبها العملية بتاعي يساوي 2 قوة 49 ضرب 3 ضرب 6. إذا هكا بينتها 6، إذا العدد متاعي هذا شبيه؟ قابل للقسمة على 6، خاطر 6 ضرب عدد، تفهمنا؟ تعدى للسؤال الموالي، بين أن العدد 625 قوة 175 مع 2 في 5 قوة 698 قابل للقسمة على 15، بشنو عندي هنا؟ عندي 625 قوة 175 مع 2 في 5 قوة 698، 625 هي شنو؟ هي 5 قوة 4، إذا 5 قوة 4 قوة 175 مع 2 في 5 قوة 698. باهي، عندي 5 4 و 175، شو معناتها؟ معناتها هنا 4 ضرب 175 تعطيني 700، معناتها 5 قوة 700 مع 2 في 5 قوة 698. نجم نخرجها 5 قوة 698 ضرب لهنا، شنو باش يبقى لي؟ باش تبقى لي 5 قوة 2 مع لهنا باش تبقى لي 2. فهمنا؟ إذا شنو باش تجيني النتيجة لهنا؟ إذا هنا باش تعطيني 25 مع 2 اللي هي 27 ضارب 27. شو معناتها 27؟ 27 معناتها 3 في 9 في 3 في 9. باهي، هكا بينت 3، عندي 3. ولهنا نجم نحط 5 قوة 697 ضارب 5، معناتها 5 قوة 1 ضارب 3 ضرب 9. إذا هكا بينت لي 3 و 5، إذا عندي 15، إذا العدد نتاعي قابل للقسمة على 15. باهي، هكا يكون صلحت لكم مجموعة من التمارينات على قابلية القسمة. تابعوني على سبورة نت إن شاء الله باش نضيف لكم تمارينات أخرين.